أسعد الله صباحكم. المشاركة رقم 9 أو المحاضرة رقم 9 وهي لطلبة مادة الرسم الحر ومادة تصميم 1 تصميم 2. في بعد مرات بكون في overlapping في العمارة بتشرح عن شغلة لكن ممكن أن يستفيد منها إخواننا وزملائنا. اليوم بدي أحكي عن أيضا الألوان المائية. رسمت واجهة من ذاكرتي من مخيلتي لعبارة عن منطقة تراثية أو بتطبع ينطبع عليها العمل المعماري للعمارة التراثية في منطقة الشرق الأوسط خصوصا في منطقة الأردن وسوريا ومصر وفلسطين وفي لبنان. زي ما كنا نشوف ان الكتل المعمارية طابق اول طابق ثاني كلما طلعت الى في الطوابق اعلى كلما اولا صغر، يعني اذا هذه كانت 4 متر 5 متر 4 متر 3.5 متر كلما هذا. وايضا الازقة كانت متداخلة لكن في بعض الاحيان كانت الازقة العمارات تندفع او يكون في ريسست يعني في رجوع إلى الخلف كلما طلعت أو كلما تدرجت بك الطوابق إلى الأعلى. وكان في أيضا هناك بتشوف مظلات أو بتشوف مطلات أو ما يسمى بالمشربيات تطل على الطابق الأول الشارع اللي هلأ بنشوفه أو الشارع اللي فيه السيارات. بعدين في عندنا سايد ووك، سايد ووك فيه نبات دائم اخضرار او متساقط حسب المنطقة. وايضا بتشوف الطابق اللي تحت بتكون الفتحات فيه كبيرة كلما تدرجت بتشوف الاقواس، لكن يبدأ هناك النمط بانه الفتحات تصغر كلما طلعنا الى الطوابق العليا. هذه محاولات ليست ممكن تكون نفسها عند كل واحد، لكن البارحة كمان قمت بعدة محاولات لعمل مودرن كثياتر كأنها عبارة عن ثياتر هاوس أو سيرتينج بيلدينج. كيف التكوين، كيف أعمل 1 2 3 4 5 6 7 8 يونيتس، والثمانية يونيتس في 1 2 3 4 5 يونيتس 8 يونيتس بروبورشن 1 2 3 1 2 3. هذا البلوك is up، هذا البلوك is up، لكن زي ما انتم شايفين solid void. solid هون اكتر من void اللي هو عبارة عن وكيف تتعامل مع الالوان. طبعا هذا اسلوب، هذه محاولة، ليس بالضرورة ان الكل يتقيد فيها، لكن كل هذا اللي رسمته انا من الخيال. ايضا نفس الموديول اللي موجود عندنا هون عملته ايضا هون، لكن بيختلف انه هذه بجوز تكون ثياتر، بجوز تكون مسرح، بجوز تكون تجمع لمباني ترفيهية في الفيجوال. لكن زي ما انتم شايفين ومدخل من هون ومدخل صغير من هون، في وول، الوول ممكن يكون في ووتر فيتشر او في تصميم. السبيس نفس الاشي 1 2 3 4 5 8 يونتس 1 2 3 4 5 6 7 8 يونتس. وهذه المقاسات، هذا المقاس الإنساني، فإحنا قاعدين تقريبا نحكي عن floors 4 meters each floor، أو ممكن يكون اللي في هون يكون double volume. زي ما أنتوا شايفين on the blanks فيها اليلو هون with white والred dots، لكن هذه محاولات نسميها محاولات معمارية حتى تتعامل مع الألوان، أو إذا بدك تتعامل مع أنجلاريتي نفس الشيء. أو start with a rectangle، والrectangle بيجي عليه angular form. الأنجلار form بكون مقسوم إلى 1 unit 2 units الكبيرة solid، الصغيرة بتكون فيها الفتحات أكثر indication of the openings. رايحين نجي على كل هالمعلومات هذه بالتفصيل، أو برجع لأسمبل بلوك كومبينيشن كنت شاري عنه أول، لكن أيضا بتشوفوا كيف openings at the bottom if it's residential كل ما طلعت كل ما كان في rhythm. كيف بنقول اليونيتي؟ اليونيتي زي ما انتم شايفين انه it's a block. اليونيتي بالمربعات اللي احنا بنعملها، اليونيتي within the color، اليونيتي باستعمال اذا بدنا نستعمل حجر متر 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 all over. I think this is the way we can handle our work. هذه لا من عمارة من مخيلتي، لكن لمسجد مثلا
كيف الأوبنينجز في المسجد بتكون على الأطراف فيها سيركولر أقواس ودومز، لكن بتكون في المنطقة هذه بتكون في ميجر أوبنينجز أند إنتري لصحن المسجد. العمل اللي أنا كمان ورجيته وبثيته أيضا كيف تتعامل مع ريزيدنشال بيلدينج وكيف الأوبنينجز تكون موجودة، كومبلكس اوف 3-4 بيوت متصلة او متلاصقة مع بعضها، لكن بلشنا حكينا عن هذيك النهار. هذه المحاولات كلياتها تعطيك ايمج كيف يمكن ان تكون معماري إلك ستايل. انا بحكي عن الاسلوب اللي انا بتبعه، كل الرسمات اللي شفتوها it's part of my mind من مذكراتي، لكن الان بدي ابلش ارجع بالووتر كلر، وهون بدي ابلش بالاوبنينجز. I want to start with my openings with the blues اللي هو الأزرق، حتى فورا تظهر معي كل الفتحات بشكل سريع. وزي ما أنتم شايفين حتى في العمارة التقليدية، حتى في العمارة كانت النسب تدرس صح، الفتحات تدرس صح حسب المنطقة اللي حتى حسب الكلايمت، لكن كانت مدروسة بشكل صحيح. الآن الألوان سريعة. الحلو في الووتر كلر، غيرنا هلأ عن الووتر كلر، أول عملنا مبارح رسمنا الآن immediately رسمنا الهدول اللي فوق اللي هم كل الويندوز. هلأ في عندي أنا ويندوز هون شوية لأنها فيها مشربيات، بدي أعملها بالخشب اللي هو اللون البني. بدي أرجع هلأ أرسم اللي بيسموه المداميك الحجر. هلأ بدي أورجيكم المداميك، لما بدي أرسمها بجيب على اللون اللي هو الأيرثي كولر، اللي هو هذا اللون أيرثي كولر، أي هون رسمته أو هون، هذا الأيرثي كولر اللي عندي، وبدي أحاول في هذا الأيرثي كولر أخليه خفيف قد ما بقدر. فبعمل هون في واحدة من هال اللي بعمل عليهم خلط الألوان، بخليه خفيف، وبجي بعمل strokes اللي هي نقاط بتبين كأنه بتعامل مع مداميك حاجة، بخففها. وممكن أرجع أخلط أيضا فيها بين فتحات الحجر، بحط اللون هذا اللي هو على واحد من الطرق. هيك في طريقة تانية اللي كنا نورجيها، برجع بعيد، انه بعمل هون اللون بالكامل، كل ما طلعت الى فوق كلما ايضا الإجز بس بحط فيها اللون حتى أعملها إطار. هذا الإطار بيساعدني يحدد الرسمة تبعتي. بدي أكمل بنفس الأسلوب، لون earthy color اللي هو لون التربة أو لون الحجر نفسه اللي بتعامل فيه، برجع بالبلوز، لأنه بحاول أعمل المنطقة تكون ألوانها تراثية. معظم الحوائط تجد إنها تغلب عليها هذا اللون. طبعا ليش إحنا بنعيد بعد مرات وبنكرر في بعض الأحيان؟ الهدف الرئيسي انه تعرف انه المباني او العمل الممارسه مهمه جدا حتى تتعود عينك على النسب وكيف تتعامل مع الاركتكتشرال كونفيجريشن التكوين المعماري وانت بترسم بهالمناطق.
إذا مبنى 2-3 برجع مرة تانية بحاول كل جهدي أرجع هون، هاي بجوز أعمل هون في هذا الوحدة مداميك شوية أكبر اللي هي كنت أحكي لكم مبارحة إنه ممكن تكون متر في متر، هذه المداميك الكبيرة للفراغات لهالواجهات اللي أنا بتعامل فيها. بترك فراغ أبيض فراغ أبيض فراغ أبيض وبرجع بجيب لون أيضا. هلا في بعض الأحيان في لون تاني اسمه اللون الأبلق اللي هو بكون لون على أحمر، بعد مرات تلاقوا زي الحجار أو المداميك اللي موجودة في أم قيس اللي هي لونها بيجي على أسود بازلتي. إذا هذه واجهة هذه واجهة، لكن على الأقلية بحاول كل جهدي أرجع مرة تانية وأعمل هون هذا النمط من الرسم. كمان ممكن هون لاحظوا شو بعمل، عدت نفس المنطقة هاي، فصار في كاركتر، صار في نسق يختلف من واجهة أو من كتلة معمارية إلى كتلة معمارية، لكن بحاول أعمل بالانس إني أجيب هذه المداميك اللي هي اللون الجري أو البازلتي الفاتح، وبرجع هون على نفس اللون اللي رسمته قبل شوي بضيف ما يسمى بستروكس. هاي بتبين إنه عندي مداميك حجر واضحة المعالم، وبرجع بالجزء اللي هون بضيف اللون شوي الأصفر لكن بخففه، وبرجع بضيف عليه a little bit of a grayish color لاحظوا اللي هو اللون الفضي. طبعا لأنه احنا بنبث صعب المشاركة، لكن في ناس بكتبوا إن بعض الملاحظات. بدي أحكي لكم شغلة عن التعليم عن بعد، طبعا لأنه في وضع في أزمة الكورونا والأزمة اللي بمر فيها العالم وإن شاء الله تفرج علينا جميعا، الكل بده يفتي في إنه كيف عملية التدريس عن بعد. التدريس عن بعد أو التعليم عن البعد ليس شيء جديد علينا في العالم، هو صار له حوالي فترة طويلة 15-20 سنة بعض الجامعات بتقوم فيه اللي هو distant learning، وتقوم فيه في تقديم برامج للجامعات اللي بكون فيها الطلاب منتسبين فيها بالمراسلة أو لظروف معينة بأخذوا short courses أو كورسات تدريب في الإدارة في التعليم في الطب في تعليم الهندسي. لكن في معظم الأحيان مش سهل التعليم، التعليم عن بعد بحط ترى ثقل كبير على المدرس حتى يقدر يظهر الطريقة اللي هو بيشتغل فيها. لكن الفائدة لما ما تقدر تكون في جامعة أو في حصة بدك تحاول إنه أنت تعطي أكثر ما يمكن تعطيه للطلاب وللزملاء في مشاركاتك. العمل الهندسي العمل المعماري طبعا يحتاج إلى المراسم، لكن يجب الاستفادة من التعليم عن بعد. شفت على السوشيال ميديا أو وسائل الاتصال الاجتماعي الكل قاعد بيفتي في التعليم عن بعد، أو إحنا قاعدين بنحاول كل جهدنا، لكن فورا إخواننا في وزارة التعليم العالي بدأوا بدهم يقيموا بعد أسبوع 10 أيام كيف التعليم عن بعد. التعليم عن بعد لا يمكن تقييمه في يوم ويومين وأسبوع وأسبوعين وثلاثة، it takes time، بتطلب وقت منا حتى نأخذ الفيدباك تاع الطلاب ونعطي فيدباك للطلاب. لكن أعتقد أنه هو ذو فائدة كبيرة للجميع. زي ما أنتم شايفين نرجع لرسمتنا نضيف بعض التاتشز لها ستون إليمنتس اللي إحنا بنرسمها، هيك بنكون بدأنا نعرف ملامح الرسمة تبعنا. بدي أجي هذا المنطقة هون في فراغ وهون في فراغ وهون في فراغ، هدول they are inlets أو openings you go inside. على الأصل دائما إنه إحنا نستعمل shading elements أو اللون اللي بنعمل فيه الشيد والشادو اللي بخلطه عادة بلون بني وبلون أسود
وبعد مرات بحط ايضا نقطه او نقطتين من الايرثي كلر. الالوان لما تتداخل هيك مع بعض الثلاثه هي عملنا اول تون للشيد، رسمنا شادو اوف ذس بلوك على هاي المنطقه، في شادو لهذا البلوك على هال هاي، في شادو تاني بعيد عليه اذا بدي قبل ما ينشف، في هون كانه في دكاكين او فتحات دكاكين، في هون امبريلا بلانت او الكانوبي تاع الشوبس، وبرجع باللون الأزرق بعمل تغميق لهذه الشبابيك. خصوصا للأبر بارت، الجزء العلوي منها. بجي على الدكاكين، أعتقد من الأفضل أعمل الدكاكين على لون تركوازي أو أخضر تركوازي، اللي هي في بعض الانطباعات بتلاقيها في بعض المدن. هي عملنا هذا اللون، هذا اللون، هذا اللون، هذه الدكاكين ممكن تكون خضراء، ممكن تكون زرقاء. There is no rule، ما في رول للي شو بدي أعمله، لكن عادة بتكون هذه الألوان مقبولة ومريحة لإلنا. في تندة عنا هون، تندة شوفوا شو بدي أعمل فيها، يحاول كل جهدي أحط أصفر أول، وبس تنشف برجع بحط عليها لون تاني اللي هو اللون الأزرق للقماش. بعطيني شو بسموه، بعطونا احنا بنسميه او لون احمر، هذه بسموها اكسنت كلر زي ما كنا نحكي اول. هذا في مجمله سريع رسمي لواجهة معمارية. كمل الاشجار اللي عندنا هون، نعتبر انه شجرة الشارع زي الالم او كستنة الحصان في المنطقة اللي احنا فيها. السيارة في عنا هون كار which is accent لانها تعمل سكيل تبعنا، تعطينا سكيل. رسمناها human scale هون، human scale هون. then I'll come back with blue. إذا أنا اتضحت معي معالم رسمتي، خفيف، هذا بيسموه light water color، استعمال الألوان بطريقة شوية تكون خفيفة قد ما بتقدر، بس الظل بتغمقه حتى تظهر عندك space أو الفراغ. ايضا هذول بكون لهم في عندهم هيك بكون احنا
رسمنا واجهة معمارية وتعلمنا على أو حاولنا نظهر الواجهة بطريقة تكون ممتعة وجميلة. برجع بهذا اللون. هلا أنا ما راح أحط لون أزرق، بدي أحاول أحط على التندة لون أحمر بعطيني أكسنت أيضا جميل. والآن بدي أحاول أرسم السماء. بقلب رسمتي بحط اللون الأزرق وبنزل خفف المي، خفف اللون بالمي، خفف اللون زي ما انتم شايفين اللون، لانه الفرشاية قاعدة بتاخد او تمتص المي الفرشاية. لاحظوا هون. نرجع كمان نفس العملية هون. اذا المي كترت شوفوا كيف بتصير المنمش، لانه هذا مش ووتر كولر بيبر، لانه خلص انا عندي الووتر كولر بيبر، لكن I have the sky and this is how I deal with it. بهذه الطريقة كمان بجوز اضيف شوية هون لانه بيساعد to outline my building او اعمل اطار للبناية اللي انا رسمتها او للمجمع اللي انا قمت برسمه لكم اليوم. هذه الواجهة. هلا بس الجف طلع معنا بوضوح أكثر. يمكن في عنا هذا الارتش اللي هو مرتبط بين هالكتلتين، بس شفتوا هاي كيف طلعت، هاي كيف طلعت. This is recessed to the back. هدول ظاهرين، هذاك on the back. هذه محاولة أيضا لرسم الإليفيشن. لاحظوا هذا ستايل اللي موجود عندنا بالعمارة التراثية. لاحظوا المودرن اركيتكتشر الآن كيف تتعامل معه وكيف تتعامل مع تكوينه. هذا الحل تقريبا مشابه للحل هذا، والحل آخر واحد اللي شفناه هلا اللي رسمته هذا اللي هو الإليفيشن. تطويره بكون تطويره بهذه الأشكال أو بالأشكال هاي، أو زي اللي رسمناها أول بالمورش زي ما بنسميه العمارة المغربية الإسبانية، مورش أركيتكتشر لما كانوا العرب المسلمين في إسبانيا. The style of Tunis, Algiers, المغرب إسبانيا بنطبع عليه. أيضا في جنوب إيطاليا، في سيسيليا، في مالطا، في جزر المتوسط تجد هذا النموذج. لاحظوا النسب كيف وتكوينات هالتلوين. لاحظوا كيف نبلش وكيف ممكن نضلنا رايحين نتابع هذه المحاولات حتى نستطيع الوصول. طبعا في هون لازم يكون كمان هون في ألوان وهون ألوان، بس الآن أعطيتكم شغلة سريعة على هذا الصباح. أسعد الله صباحكم، أسعد الله صباح الوطن الطيب، أسعد الله صباح العالم العربي، الإنسانية أينما كانت، حماكم الله. مداخلة في بعض الزملاء وبعض الطلاب وبعض الإخوان بطلبوا منا perspective. طبعا هذا يمكن الفيديو رقم 30 اللي عملته في خلال يمكن 4 أو 5 سنوات، لكن كثفناه في هذه الفترة مشاركة منا لزملائنا ولطلابنا أينما كانوا بالتعليم عن البعد. التعليم عن البعد أيضا، بس تشوف شغلة زي هيك حاول انك تمسك القلم والورقه وحاول ترسم. عجبني امبارح واحد بيقول قبل 1000 سنه او 200 300 سنه بطلنا نرسم بالورقه والقلم. للاسف المعماريين اللي انا تعاملت معهم في حوض المتوسط او في امريكا، منهم فرانكو جيري، بيتر ايزمان، ريتشارد انجلاند، كلهم
كالاترافا لليوم ما زال القلم عندهم، ما زال دفتر رسمهم، ما زالت ريشتهم. They sketch, they doodle, they put their thinking on their paper before they send it to the computer. حتى اليونج ليدنج اركيتكتس ان ذا وورلد دي دو ذس. بعدين بيطلع الكمبيوتر وبعطيك بدل هذه الواجهه 300 واجهه. فمش هذا الهدف، الهدف تو ترين ذا سكيل، عقلك على السكيل والمقاس وتمسك القلم والورقه وتتحدى انه يكون قلبك عقلك within the tip of this pencil. ايروسيرنين مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة. بعض من المعماريين حكوا I can tell from the way you handle or hold the pencil if he or she is an architect. شوفوا لوين، زي الجراح في الطب، في كلكم جراح في الطب بصير جراح بيوم وليلة ولا بعد 8 و9 سنوات من الدراسة والممارسة. العلم الهندسي أيضا في جراحة بتخصصاته، كان مدني معماري. يعني المدني بدرس structural engineer. شو بدرس structural engineer؟ شو الهدف من دراسة structural engineer؟ To be a structural designer, to be a water and resource management engineer, to be an electrical engineer. إما في الباور، إما في البنايات، إما في التصاميم، إما بالنقل، إما بالاتصالات. علم، والعلم بده قراءة. You have to read if you want to lead. في الجامعة الأمريكية في مادبا آخر 5 سنوات عندنا موتو We reach before we teach. This is a way of reaching to the mind and heart لكل طلابنا. ما في طالب سيء. أنا عندي قاعدة أن هناك أستاذ مش شاطر، أما طالب مش شاطر لا. أو بعض الأساتذة بيقولوا أنت ما انخلقت تكون مصمم. جورجو أرماني مبارح شفنا نوتي نزلها المهندس يزن، كيف هو قاعد جورجو أرماني على باب محل بيعمل فيكسينج ل الموديل او لكي بده يلبس الاواعي او يحط الاواعي الكلوز on the top on the in front of his stores. Designers, we were not really born designers. لكن بكون موهبة عند الناس يتفوقوا. بس تأكدوا انه من احسن ايضا طلابي late bloomers، الناس اللي طلعوا بعد فترة وصاروا معماريين. والآن في منهم معماريين، في منهم شو ديزاينرز، في منهم كلودز، في منهم فاشن ديزاينر، في منهم فوتوغرافي، في منهم بعرف 2-3 من جامعة القاهرة أيضا من زملاء المهندس يزن إبراهيم الحديدي. They went into production, into movie theaters, into واجبنا في الجامعة نعطيكم جواز سفر. جواز سفركم لازم يكون في ترحال أساتذتكم وعلمكم في مكتبتكم. بنحاول. في ناس منا بيقولوا انه احنا الفيديوهات هاي ليست لانه نقول من هو كامل محادين او من هو راسم بدران او من هو جعفر طوقان الله يرحمه او من هو. نحاول ان نكون زيهم. ان التشبه بالكرام فاعل، لا ياتي الا بالعمل. هارد ورك بيز. مره ثانيه الجميع تحيه لكل عامل في الميدان بيحاول يحمينا. أيادي بيضاء، جيش، أمن، عمال وطن، كلكم حماة وطن. صباحكم بالخير أجود وبالعطاء أجمل.